الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت كيف نجمع بين الأدلة التي تثبت أن الله سيسأل الناس يوم القيامة وبين الأدلة التي تنفي السؤال يوم القيامة؟ فمن الأدلة التي تثبت السؤال قول الله عز وجل: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقول الله عز وجل: وقفوهم إنهم مسؤولون. بينما نجد أدلة تنفي السؤال، فلا يسأل عن ذنبه، فلا يسأل يومئذ عن ذنبه إنس، فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وقال الله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فكيف نجمع بين الآيات التي تثبت السؤال والآيات التي تنفي السؤال؟ الجواب: جمع العلماء بينها بثلاثة أجوبة وكلها صحيحة. الجواب الأول أن يوم القيامة يوم طويل مقداره 50,000 سنة، وتختلف فيه أحوال أهل الموقف، ففي بعض أجزائه يسألون وفي بعض أجزائه لا يسألون، فتحمل الآيات المثبتة للسؤال على بعض أجزاء ذلك اليوم، وتحمل الآيات النافية للسؤال على أجزاء اليوم الأخرى. هذا جمع حسن، وهو جمع باعتبار طول اليوم. لكن هناك جمع آخر، وهو باختلاف نوع المسؤولين، فليس كل أهل الموقف يسألون، وليس كل أهل الموقف لا يسألون، بل يسأل بعضهم ويترك سؤال بعضهم. فالذي يترك سؤاله هم عتاة الكفرة الذين بلغوا في الإجرام حده وفي الظلم منتهاه وغايته. ولذلك لو تأملت الآيات التي تنفي السؤال لوجدتها مقيدة بالمجرمين وعتاة الكفرة، كقول الله عز وجل: ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. كإبليس لا يسأل، وفرعون مثلا لا يسأل، وقارون لا يسأل، ونحو هؤلاء من عتاة الكفرة الذين بلغوا في الكفر والظلم والعتو على الله عز وجل منتهى. وأما بقية أصناف الكفرة وبقية أصناف أصحاب الكبائر فهؤلاء يسألون. فهمتم هذا؟ هذا جمع باختلاف المسؤولين. وهناك جمع ثالث أيضا، وهو باختلاف نوع السؤال. فإن السؤال المنفي هو سؤال الاستعتاب، والسؤال المثبت هو سؤال التوبيخ. فوربك لنسألنهم أجمعين، أي توبيخا. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، أي استعتابا. وسؤال الاستعتاب يختلف عن سؤال التوبيخ. فإنك لو أخطأ في حقك زميل محب فأنت تسأله سؤال المستعتب: أين الصحبة بيننا؟ أين المودة بيننا؟ هل هذا سؤال توبيخ ولا سؤال استعتاب؟ استعتاب. سؤال استعتاب. لكن لو أخطأ ولدك أخطاء متكررة وكل مرة تنبهه ولا يزدجر، ثم تقول: أوليس لي حق الطاعة عليك؟ أنت لا تريد منه جوابا، ولكنك تريد أن تزيد في تبكيته وتزيد في توبيخه. فإذا سؤال التوبيخ شيء وسؤال الاستعتاب شيء آخر، وبذلك لا يكون بين الأدلة أي نوع من أنواع التعارض. فإذا يوم القيامة سيسأل أهل الموقف، وينقسم سؤالهم إلى سؤال عرض، وإلى سؤال نقاش، وإلى سؤال استعتاب، وإلى سؤال توبيخ. وكل سيطلع ويرى عمله الذي قدمه بين يدي الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه، وعن علمه ماذا عمل به. نسأل الله أن يعيننا على هذه المواقف.